بسم الله. من الحاجات الجديده في برنامج ريفت 2016 هو ان انا لو دخلت في الاوبشن ورحت في الجرافيكس بلاقي اختيار جديد وهو اتعمل ديفولت اللي هو allow navigation during redraw، اللي هو ان بيسمح لي بان انا اتنقل اثناء ما هو بيكون مثلا في redraw، في حاجات هو بيعيد تكوينها ولسه كارت الشاشه مش مستجيب قوي، هو بيسمح ان انا اعمل نافيجيشن مش لازم استنى لحد ما هو يخلص. من الحاجات برضو الكويسة هو ان انا لو عملت روتيت للشكل تمام الـ الكتابات والتاجات برضو هتعمل لها روتيشن. يعني انا لو جيت هنا وقلت له خلي لي ديت بدل ما انت واخد البروجكت نورس خليها ترو نورس تمام، هتلاقي الشكل لف والكتابات لفت معايا زي كده تمام. من برضه الحاجات الطريفة اللي عجبتني ان انا لو دوست هنا رايت كليك وقلت له اوبن شيت تمام، الاختيار ده مش موجود قبل كده، بيفتح لي الشيت اللي الفيو ده موجود جواه تمام. طيب ايه تاني برضه من الحاجات اللي كويسة دلوقتي؟ انا لو عندي كذا غرفة تمام، خلينا نرسم بول نرسم كذا وول متقاطعين على الصينية دي رومز تمام، يبقى انا كده عندي كذا رومز مش متعرفين لسه. فمن اركتكشر هقول له انا عايز اعمل روم، الاقي عندي اختيار اسمه بليس روم اوتوماتيكلي، هو يشوف ايه الغرف اللي مش متعرفه ويبدا هو يعرفها، بيقول لي انا عملت لك 9 غرف تمام. دي ممكن نعملها في الصوره لما تبص كده على الشكل المتقاطع دوت يبقى في كام غرفه، هو على طول جاب لي ان هم 9 غرف تمام. فدي بعض الاشياء البسيطه، وان شاء الله مكملين في التعرف على الحاجات الجديده في ريفيت 2016.